من قهرته وحزنه على رحيل ضدى ومواساته لإسماعيل الليثي في رحيل ضنا. الكل قال إن محمود الليثي أخوه الكبير، خاصة إنهم نفس الاسم وعنده 7 إخوات منهم اللي مطربين زيه هو كمان. دي فرصة بقى نعرف أكتر عن أسرة الليثي ومين إخواته المطربين وهل ليه توأم ولا لا، وهل إسماعيل الليثي أخوه؟ محمود الليثي أخويا وحبيبي وصاحبي وكل حاجة، وإحنا ولاد منطقة واحدة من إمبابة ومتربيين سوا، ولكن إحنا مش إخوات شقيقين. ده اللي قاله إسماعيل الليثي في لقاء لي من فترة لما الناس كلها لاحظوا إنهم نفس الصوت الحلو وكمان نفس الاسم ومن نفس المنطقة. إسماعيل معترف إن اللخبطة دي كانت إيجابية وفي صالحه وساعدته كتير في شغله في الغنى، ولكن كل واحد ليه لون غنى وأداء معين، وبقى كل واحد معروف وبيطلب بالاسم ومحدش بيجيله أوردر غلط، وإنهم يكلموا إسماعيل على إنه محمود ده مش بيحصل. محمود الليثي عنده 6 إخوات غيره، بنات ورجالة، زيزي ورضا وهبة وإيمان ومحمد وأحمد. حتى كمان إسماعيل الليثي عنده 6 إخوات برضو وشقي وتعب علشانهم. فكم التطابق بين محمود وإسماعيل كبير جدا، واللي كانوا موهوبين من صغرهم وصوتهم حلو في عيلة الليثي هو محمود ومحمد أخوه اللي أصغر منه بحوالي 1 سنة وكام شهر والشهير بحمادة الليثي. بس حمادة دايما بيقول إن محمود هو اللي مربيه وعايش معاه أكتر من 10 سنين لوحدهم، أكتر ما عايش مع أمه وأبوه. علاقتهم مش علاقة إخوات ولا مطربين في المجال، ولكن حمادة لما بيقابل محمود بيبوس إيده كأنه أبوه، لدرجة إنه لو أبوه بيطلب منه حاجة وهو بيرفض يكلم محمود يخليه يقنعه ويعملها على طول. من صغرهم كانوا بيغنوا في الشوارع وصوتهم بيوصل لكل بيت في مبابة، والفنان أحمد فتحي قال إنه كان جارهم والبيت كان في البيت، فكان شاهد على موهبتهم دي وحبهم للغنى. بس أبوهم كان صعب جدا ورافض إنهم يغنوا ولازم يكملوا تعليمهم، لدرجة إن محمود غنى من وراء أبوه لمدة 7 سنين. بس حمادة هو اللي بدأ يغني الأول قبل محمود، ودخل في 31 سنة بيغني، ورغم كده محمود سبقه، وده لأن حمادة قال إنه بيخاف من الشهرة وبيغني أحسن من أخوه ومش بيعجبه الأغاني اللي بيغنيها، ولكن ده ما يمنعش إنه بيحب صوته وبيحب يسمع أغاني الحلوة بتاعت زمان أكتر من عدوية وعبد الباسط حمودة كمان. حمادة بيفرح جدا لنجاح الليثي، وكان في الأول بيسمع لنصايحه وبيستشيره في أغانيه، لكن دلوقتي حمادة قال إنه بيستشير ناس تانية هما في ظهر بعض دايما، وعمرهم ما بيغيروا من نجاح بعض، بالعكس إخوات على قلب راجل واحد. الليثي معروف إنه طيب واللي في قلبه على لسانه، لا ليه في الخناقات ولا المشاكل، لكن حمادة عصبي وخلقه ضيق ودايما هو اللي بيجيب حق محمود، لدرجة إنه حكى في مرة إن واحد شتم محمود واتخانق معاه، راح له لحد عنده واداله علقة ما تتنسيش، فكان رد فعل محمود عليه إنه ليه يعمل فيه كده، وكلامه ده خلى حمادة يمشي من المهندسين لفيصل بيعيط. البعض شايف ان معقول محمود ما ساعدش اخوه الصغير، لكن محمود قال ان هو اللي خلاه يغني على رمش عيونها في القشاش، وبعد ما جهز كل حاجة وكانت هتطلع بصوته تراجع وجاب اخوه مكانه لانها كانت تبع شركة تانية ومحمود كان مع السبكي. من فترة ظهر شاب الخالق الناطق محمود الليثي، وتقال ان اخوه التوأم بنفس الملامح والحركات وخفة الدم والهزار والضحك، وكمان بنفس طبقة صوته. الشاب ده اسمه وائل ومسمي نفسه ليثي الغلابة، لكن هو مش أخوه ولا حاجة، والليثي مالوش إخوات إلا الستة دول بس.